خلينا نبدأ بقى بالنقطة اللي كريم كان بيقولها، فكرة استضافة مصر لبطولات كتيرة جدا مؤخرا، وانعكاسها ده على فكرة تطوير الرياضة المصرية كمان. لا احنا الحمد لله بإذن الله يعني عندنا بطولات كتيرة عملناها في الفترة اللي فاتت، صحيح، آخرهم زي ما قال بطولة أستاذ مصر كريم الدولية، بطولة مصر الدولية البارالمبي، ودي اتلعبت في الفترة من 25 ل 27 مايو فبراير آسف، ودي شارك فيها 18 دولة، المفروض كانوا 20 دولة، ولكن تركيا اعتذرت في اللحظات الأخيرة بسبب الزلزال، طبعا والكويت كمان اعتذرت لظروف ما اعرفش ايه هي. المهم ان 18 دولة، والرقم ده لأول مرة يتحقق في مصر. يعني احنا بنعمل البطولة دي بقالنا فترة، كل سنة بتتعمل، المرة دي أكبر عدد شارك فيها، وأعتقد ان ده يرجع لسبب ان باريس 24 الاتحاد الدولي قرر ان البطولات الدولية من أهمها بطولة مصر الدولية هيبقى في سنة 23، هيبقى ليها نقاط هتأهل اللعيبة للمشاركة في باريس 24. يا ريت يا ريت، فده خلى عدد كبير من الدول إنها تشارك في البطولة دي، ومصر الحمد لله نجحت باقتدار في إنها في تظهر الاستضافة. في الاستضافة. طب وفي النتائج بقى؟ وفي النتائج الحمد لله طلعنا حققنا التاني بعد فرنسا. انت عارف في جدول الميداليات بيوضح، فرنسا خدت ميداليات ذهب اكتر من مصر، لكن مصر حصلت على 50 ميدالية في البطولة دي. لو الجدول اللي حضرتك بتتكلم عليه نزل على الشاشة، الجدول ايوه مظبوط، فرنسا واخده 21 ميدالية توتال، ومصر واخده 50 ميدالية توتال، لكن الميداليات الذهبية لصالح فرنسا، عشان فرنسا جايبة ذهب أكتر، فهي تبقى رقم واحد، مصر رقم اتنين. لو لاحظت حضرتك هتلاقي عدد الدول اللي شاركت، الهند، رومانيا، السعودية، اليونان، سريلانكا، دول كتيرة ودول قوية جدا، اليابان، بريطانيا. أنا نتيجة أسبانيا استغربها جدا، غريبة. أسبانيا خدت ميدالية واحدة فضية، مع إن أسبانيا من الدول برضو. وكذلك بريطانيا نفس القصة. عارفه حضرتك ليه؟ لان احيانا احنا عندنا في البارالمبيك في 10 كلاسات فيها رجال وفيها سيدات، فانت بتنافس النهارده في 10 ايفنتات في الرجال و10 في السيدات، يعني 20، غير الكلاس اللي هو كلاس 11 ده اللي هو الاعاقات الذهنيه وليس الحركيه، ده بيبقى لوحده، فكده عندك 22 كلاس او 22 ايفنت فيهم ميداليات. فممكن حاجة تكون اسبانيا شاركت في ايه؟ كلاس معين، في كلاس او كلاسين او ثلاثه، فعشان كده